العوامل التي ترضي فاطمة الزهراء؟ ترضى لهذا العمل، لا فقط فاطمة ترضى بهذا العمل صلوات الله عليها، الله يرضى لهذا العمل، النبي الأعظم صلوات الله عليه يرضى لهذا العمل، أمير المؤمنين يرضى لهذا العمل، الحجة المنتظر يرضى بهذا العمل، وجميع المعصومين يرضون بإذن الله بهذا العمل، إقامة مجالس التوسل والعزاء في البيوت والمساجد والحسينيات. أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. إني أحب تلك المجالس، حتى إذا وحدك بالبيت أنت لك محذور من القراية العامة، أدعو الخطيب واجلس وحدك واستمع إلى الخطيب. أنا رأيت مكررا سماحة آية الله السيد الصادق الشيرازي من الله عليه بالشفاء، كان يدعو الخطيب ويجلس بمفرده، الخطيب يقرأ التعزية والسيد يبكي بقراءة الخطيب، أنت وحدك. في بعض الأحيان ابن من أبنائه وهو موجودان والخطيب يقرأ. في بعض الأحيان أنا كنت أتشرف بحضور تلك القراءة، أنا وهو فقط والخطيب. بعض الأطفال، بعض العائلة يحضرون، هو هذا يرضي الله ويرضي رسول الله ويرضي فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. هؤلاء لهم علينا حق الحياة الأبدية، حق الحياة الأبدية، بكم استنقذنا الله من الضلال، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هؤلاء وسيلة الهداية. واحد يبخل بقراءة في بيته ولو قراءة يحضرها شخص واحد، تعلمون من الناحية النفسية هذا الطفل الذي يأتي في قراية يشوفك تبكي في هذه القراءة، اسألوا علماء النفس أي أثر عظيم، أي طوفان يتركه هذا البكاء في نفس هذا الطفل. البنت الصغيرة اللي عمرها 3 سنوات عندما تشوف أمها تبكي في مصيبة الزهراء في هذه الأيام ونحن نمر في أيامها، أي طوفان هذه الدمعة توجدها في نفس هذه الطفلة؟ اسألوا علماء النفس في ذلك. هذه بركة، هذه خير، هذه حل لمشكلات الدنيا والآخرة.